صراحه انني صواري هما كيكونوا حليوات راني شاركت بهم في الطبله ديال رمضان. يعني راه فيهم الحمار وفيهم الخضار وفيهم فوق منهم الشوكولا. غادي تكون عندنا الجينواز. واخا الجينواز غادي نحضروها في اناء، نديروا 4 ديال البيضات، والبيض ما يكونش في الثلاجه، 4 ديال البيضات وفانيليا وحده وكاس ديال سنيده. انا غادي نعبر بعبار ديال ياغورت خاوي. كاس ديال سنيده غادي نضربو بالضراب الكهربائي. يلاه غادي نبداو نضربو. حنا نزيدو 4 المعالق ديال الماء طايب، يعني داس ماشي طايب بزاف، ونبقاو نضربو مزيان. نزيدو بالمعلقه بمعلقه وحنا كنضربو داك 4 ديال البيضات شي 10 دقائق تقريبا، وحنا كنضربو حتى كتولي لينا واحد الرغوه وهي ثقيله. يعني شحال من سيده اتصلت بيا قالت لي راه ما كتصدقش الجينواز، يعني السر كاين في هذا البيض. خاصك تضربيه مزيان حتى تهزي الضرب ويهبط لك واحد السائل ثقيل، يعني رغوه ثقيله. عاد نحيدو الضرب ما بقاوش نستعملوه، ويكون حدانا ما جوج كيسان ديما بعبار ياغورت خاوي، جوج كيسان ديال الطحين مغربلينو جوج المرات، نغربلوه ونعاودو نغربلوها جوج كيسان مع خماره وحده ديال الحلوه. ملي غادي نحيدو هذاك الضرب ما بقاوش نستعملوه، غادي نضربو غير بضراب يداوي ديال السلك، ونبقى نزيدو ديك الطحين اللي غربلنا جوج مرات بشويه بشويه، وحنا كنخلطو غير من الفوق لتحت. غير بشويه باش ما يبطليناش البيض، حتى كنساليو هذيك الكميه ديال الطحين اللي عندنا. غادي تكون عندنا واحد الطاوه مربعه ملبسينها بالورقه ديال الزبده، وغادي نفرغو هذا الخليط ونسرحوه على الطاوه. صافي، من بعد غادي ندخلوه للفران، من الاحسن يكون ديال الفران ديال الضوء وشاعل من الفوق ومن التحت وسخون على 200 درجة حتى 210 تقريبا. وغادي ندخلو هاد الجينواز كطيب 10 دقائق، ما كتحتاجش طيب بزاف فعلا، هي ما تحرقش. كنخرجوها كنخليوها حتى كتبرد، على ما تبرد غادي نطربو رابعة ديال القشدة الطرية. رابعة القشدة الطرية سائلة، إما ديال العبار ولا ديال الكرطون. أيه العلبة. مع السكر كلاسي، السكر كلاسي على حسب الذوق، لأن كل قشدة والحلاوة ديالها. غادي نبقى نطربو مزيان هذيك القشدة الطرية بالضراب الكهربائي، حنا كنزيدو السكر كلاسي بشوية بشوية وكندوقو على حسب الحلاوة حتى كتولي لينا شونتيي. صافي، يعني هاد المقادير اللي عندنا. غادي نجيبو هذيك الجينواز غادي نقلبوها على الوجه ديالها، يكون فوق طبلة ولا فوق بلاطو، ونحيدو هذيك الورقة ونقسموها على جوج. يعني غيكون على جوج مستطيلات، يعني غنقسموها تعطينا جوج مستطيلات. غادي ناخدو الطرف الأول اللي قسمناه ديما الوجه ديالو كيكون هو لتحت، وغادي نسقيوه باي سيرو عندنا. اذا ترى تبارك الله عليهم راه كيعرفوا، يعني اي سيرو كاين، ونديروا طبقه من هذاك الكريم اللي الكريمه اللي ضربنا، ونديروا عاوتاني نغطيوها بالنص الثاني ديال الجينواز ومن الفوق الكريم، يعني كتغطى كلها بالكريم. غادي نمشيو، يكونوا عندنا ثلاثه ديال الزلايف، كل وحده كل زلافه نديروا فيها 4 المعالق كبار ديال الناطاج، كل زلافه بوحده نديروا فيها 4 المعالق ديال الناطاج، كل وحده غادي نديرو ليها شويه الملون، وحده غادي نزيدو لها شويه الاحمر باش تكون غوز غير صغيره، الزلافه الثانيه غادي نديرو ملون خضر، والزلافه الثالثه الملون صفر. يعني كل زلافه فيها الناباج والملون، ثلاثه المعالق ديال الناباج. ايه 4 المعالق، 4 المعالق عفوا. ايه ولا بغات السيده تنكه، يعني داك الاحمر غادي دير فيه الروح ديال الفريز، داك الخضر دير فيه الروح ديال البيستاج، والصفر دير فيه الروح الحامض. يكون عندنا اللون والنكهه. اللون والنكهه. غادي نطربوا كل لون بوحدو، نطربوه مزيان غير بفرشيط حتى كيتحل لينا الناطاج، لان الناطاج راه الا ما سخنش ما غيتحلش، ولكن هنا ما غاديش نسخنوه، غادي غير نضربوا مزيان بفرشيط حتى كيولي لينا بحال العسل. وكل نوع من هاد الانواع اللي درنا نديروه في بلاستيكه عاديه ديال اللحم، يعني غادي يكون عندنا ثلاثه ديال البلاستيكه اللوينات. اييه ثلاثه ديال اللوينات. غادي نشدو اللون الاول، اللون داك الاول، وغادي نثقبوا هذيك البلاستيكه ونخرجوه فوق من داك الكريم اللي درنا فوق التورته. غادي نحاولوا غير بعينينا نقسموا على ثلاثه، واحد الجهه غادي نخرجوه بالبلاستيك. علاش انا قلت بلاستيك؟ لان الا فرغنا من الزلافه ديريكت غادي يسيل من الجناب وما غاديش غادي يغطي كامل الجينواز، حنا بغينا غير بالطرف بالطرف. واحد القسم غادي نديروا فيه الملون الاحمر، الناباج الملون الاحمر، ونسرحوا شويه بالظهر ديال المعلقه، وحداه عاوتاني الملون الخضر، وحده عاوتاني الملون الصفر، يعني الناباج بالملون الصفر، ثلاثة ديال الألوان، يعني مفهومة لحد الآن الفكرة. إيه الجينوازة ها هي حدانا، وغادي يكونوا عندنا ثلاثة ديال الألوان فوق من الجينوازة، ثلاثة ديال السماطي. إيه بلوينات مختلفين. مختلفين. من بعد غادي نقسموا هاد الجينواز، غادي نقسموها مربعات، فاش غادي نقسموها عاد تخرج لينا مربعات كل لون بوحدو.
هذوك المربعات غادي نديرهم في قويعطات ديال مادلين، يكون عندنا كل مربع بلون ونزوقوهم بالشكلاط الاسود شي زويقه هكا على حساب السيدات، ونديروها في الثلاجه يعني واحد الكيسوار كيجيو زوينين يعني مقبل الحلو، كيجيو لا في المنظر ولا في المذاق. وانا ان شاء الله غادي نحط الصوره باش نوضحها لك. والطريقه ديالهم سهله كيف ما بسطتي علينا، تبارك الله عليك انزهه. استمتعنا بزاف هذا الاسبوع معاك ومشكوره على هذه الاقتراحات اللي قدمتينا. وكانت استمتعت معكم وفرحت بكم صراحه. الله يبارك فيك تحنا يا لالا اختك. والامه الاسلاميه كلها والناس طنطان كلهم كنوجه لهم تحيه كبيره، وناس ارفود وكل كيعرف مذهب السادات تحيه لهم كبيره. تبارك الله عليك.